طبعا مشاهدينا، لنناقش هذه الفقره ارحب بضيفي الاستاذ عبد الرحمن المرشد، الكاتب الصحفي. حياك الله استاذ عبد الرحمن. اهلا والله. يا اهلا وسهلا. طبعا قضيتنا اليوم استاذ عبد الرحمن هي مطار الملك خالد الدولي وخدماته. نبغى نتكلم عن الماضي وما نعانيه، وبعد كذا راح نتكلم عن المستقبل مع مدير المطار الحالي اللي طبعا ما صار له في المنصب 3-4 شهور. كيف كان مطار الملك خالد الدولي في الماضي؟ هذا السؤال الاول يعني. نعم طبعا، بدايه مظهر المطارات ونظافتها مهم جدا، لأن حقيقة هي الواجهة الأولى لأي شخص قادم للبلد. يعني أنت لما تحضر لأي بلد، وإحنا كلنا يعني سافرنا، لما تنزل المطار، لما تشوف منظر المطار جميل، منظر المطار رائع، في نظافة، في اهتمام، أنت حيكون عندك انطباع أولي عن أنه والله البلد بلد نظيفة، بلد حقيقة يعني فيها اهتمام بلد. لكن إذا والله وصلت المطار وشاهدت حقيقة أنه المطار يعني متهالك، إنه فأنت حتاخذ انطباع سيء عن البلد حتى لو ما دخلت، لو كنت حتى ترانزيت. وهذه حقيقة يعني كلنا جربناها. يعني أنا دخلت مطارات حقيقة، ويعني مثلا مطار اسطنبول لما تدخله أنت على طول حيكون عندك انطباع إيجابي عن البلد. دخلت مطارات أخرى يعني في دول أخرى ما أبغى أذكرها حقيقة بالاسم، فكان عندي انطباع سلبي عن البلد مع أني ما دخلت البلد، يعني كانت المسألة هي ترانزيت. طبعا مطار الملك خالد في فترة من الفترات أو عند إنشاءه تقريبا قبل أكثر من تقريبا 30 سنة، كان حقيقة يعتبر نموذج لأهم وأفضل المطارات في المنطقة بشكل عام. طبعا المشكلة الآن من 30 سنة وأكثر من 30 سنة إلى الآن ما في أي تطوير على المطار. حقيقة ازداد عدد المسافرين، ازدادت الرحلات، ازداد حقيقة أهمية العاصمة الرياض. يعني أنت يعني المملكة العربية السعودية بلد كبير وبلد من أهم الدول حقيقة في منطقة الشرق الأوسط. فيفترض حقيقة أنه يكون بالذات مطار العاصمة، يعني يكون مطار حقيقة قوي، مطار كبير، مطار حقيقة نظيف، مطار حقيقة في خدمات، مطار فيها يعني اهتمام. يعني الحالي حيني اللي نشاهده الآن أنه المطار من 30 سنة توقف، يعني تم بناءه قبل 30 سنة ولا تم أي إضافة حتى الآن. يمكن الإضافة الجديدة اللي هي الصالة رقم 5. صح، صالة 5. نعم هذه هي الإضافة الجديدة، لكن غيرها ما في شيء يعني حقيقة. طب والخصخصة الآن اللي مطروحة، خصخصة المطار؟ ممتاز، هذا شيء جيد. يعني انا هذا اللي حقيقه انا بتكلم عنه الان. يعني الان من يعني مشكله مطار الملك خالد انه ما في جهه واحده ممكن تتعامل معها. يعني انا مثلا لو عندي مشكله مثلا مع احد فروع البنوك في مطار الملك خالد، الجأ لمين؟ ما في يعني ما في شخص ألجأ له، لا، لازم أرجع للإدارة العامة مثلا للبنك هذا المعين اللي صار لي فيه مشكلة. وين الإدارة العامة؟ تلقى الإدارة العامة مثلا في مكان آخر في وسط العاصمة، في وسط المدينة. بس ترى أتوقع أنه هذه لها علاقة في البنوك، لا يعني لها علاقة في المطار. صحيح، لا صحيح. مثلا الشرطة، مثلا عندي مشكلة في الشرطة ألجأ لمين؟ لازم أروح مثلا للقسم الرئيسي في الشرطة مثلا. أنت مقصدك أنه تطوير الخدمات يكون متكامل، يعني لازم يكون منظومة كاملة. نعم، لكن لابد في شخص يحل لك المشكلة. يعني أنا لو صار عندي أحيانا مشكلة تافهة مثلا مع البنك أو مشكلة تافهة مع الشرطة، لازم أروح للإدارة الرئيسية مثلا في قلب المدينة، في قلب العاصمة. طيب مفروض يصير فيه مثلا مدير المطار يحل المشكلة، هذه ما فيه. أيضا يعني أنا أو أنت أو أي شخص، يعني إحنا سافرنا عن طريق مطار الملك خالد كثير، ما أتذكر حقيقة أنه فيه مكتب، والله مثلا مكتب المطار يحل المشاكل، ما فيه، ما أدري وين فيه. يعني أنا حتى لو صارت لي مشكلة ما ألقى أحد، يعني ما تلقى أحد ممكن تشكيله، ما تلقى أحد ممكن تتفاهم أنت وياه. من المشاكل حقيقة اللي الكثير يعني حقيقة يتحدث عنها في مطار الملك خالد اللي هي أيضا سيور العفش. سيور العفش وانت قادم، والله حقيقة تتفاجأ انه مطار الملك خالد، مطار الملك خالد في الرياض كم هي؟ اعتقد هي 5 أو 6 سيور، سيور قديمة، سيور تحس انها فعلا بدائية. يفترض حقيقة هذه انها تطور، يفترض انها حقيقة يعني حتى لو ما طورتها على الاقل استبدلها بشيء جديد، شيء حديث يكون فيه اهتمام. يعني حقيقة أول ما تنزل أنت ما تدري وين تروح. يعني أنا وأنا أتكلم عن نفسي، أنا نزلت يعني في كثير من سفراتي لما أجي ما أدري وين أروح، من أسأل العمالة الموجودين هم اللي يشيرون لي، يقول لك والله رح 5 رح 6. طيب افترض أنه فيه والله شاشة إلكترونية أنها والله تدلك، أنا والله جيت مثلا رحلة كذا، أطلع المكان فلان، أطلع للسير كذا، هذه ما هي موجودة حقيقة. أيضا النداء الآن وأنت في الصالة مثلا الداخلية،
تسمع النداء، النداء للسفرات الدول، عفوا للسفر الدولي، في تسمعه في 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 الصاله الداخليه. هذا مفترض ليش يعني؟ انا ماني بحاجته يعني، او انا في الدولي اسمع النداء على الداخلي وانا في الدولي. يفترض هذه حقيقه ما هي يعني، يفترض انها ما تكون موجوده. بنكمل مع المشاكل اللي موجوده عندك، وانا مؤمن انك انت كاتب صحفي غيور، ولكن خلينا نرحب بالاستاذ خالد سليمان الكاتب الصحفي عبر الهاتف. استاذ خالد حياك الله. يا هلا وكل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة. ضيفك الكريم. يا هلا وسهلا. احنا موضوعنا استاذ خالد اليوم مطار الملك خالد وخدمات مطار الملك خالد، يعني قاعدين نناقش المشاكل، وبعد كذا راح نناقش مستقبل المطار. راح يكون معنا عبر الهاتف الاستاذ عبد العزيز ابو حربه مدير المطار. ولكن قبل لا نتكلم عن المستقبل، وش المشاكل اللي انت واجهتها شخصيا او تشعر ان المواطنين يواجهونها في المطار؟ والله شوف، المشكلات اللي المسافر يواجهها دائما في المطارات يعني شبه متشابهه ولكنها ايضا متكرره. بالنسبه لمطار الملك خالد، انا انسان كثير السفر وبالتالي جربت مطارات كثيره. لما باخذ مقارنه بين مطار الملك خالد ومطارات اقليميه مشابهه زي عندنا مثلا مطار حمد الدولي في الدوحه او دبي او مطار الـ يعني المطارات الاقليميه الكبرى الحقيقه، في فرق شاسع في الـ في الـ يعني مقارنة ظالمة لمطار الملك خالد. ولكن رغم ذلك أنا أقدر أقول لك أن مطار الملك خالد بحكم أني أنا أستخدمه سنوي يعني بشكل شبه أسبوعي وشهري، في تقدم كبير حصل فيه، في تطور هائل في السنتين الأخيرة لا يمكن أن ينكرها أي شخص. على سبيل المثال يعني في أداء الموزعات الحقيقة تطور كثيراً، الكاونترات صار فيها تجديد. من الأشياء الجميلة للحقيقة يعني كان كنا نقترحها عليهم وتجاوبوا معنا فيها، اللي هي اللوحات الإلكترونية للإرشاد لسير استلام الحقائب. المشكلة اللي ما زالت قائمة في المطار، وأنا أعتقد أنها مرتبطة بسعة المطار نفسه، يعني هي ما تخدم رغبات او طموحات التطوير في المطار، هي سعه المطار. المطار لا يستوعب الحقيقه عدد المسافرين الكبير، وبالتالي دائما تجده مزدحم في المواسم. لما توصل اكثر من 3 رحلات في نفس الوقت دوليه، تجد منطقه استلام الحقائب منطقه يعني فوضويه، منطقه مزدحمه. الشيء اللي انا زي ما قلت لك انه للاسف ما لم يواكب التطور اللي حصل في المطار هي الخدمات الارضيه. على سبيل المثال استلام الحقائب، صحيح انه انت بتخلص تطلع من الطياره وتصل الى سير الحقائب بشكل بزمن قياسي ما يتجاوز 7 إلى 10 دقائق، ومعدل الاستلام الحقائب الدولي في مطارات هو 24 دقيقه بحكم انك انت في مطارات اخرى ما تحس بالفرق الوقت لانك تمشي مسافه قبل ما توصل لمنطقه استلام الحقائب، زي مطار دبي، زي مطار هيثرو، بتمشي في قطارات احيانا تحت الارض حتى تصل الى منطقه استلام الحقائب. في مطار الملك خالد تطلع من الطيارة بتشوف منطقة استلام الحقائب أول ما تطلع من باب الطيارة، ورغم ذلك هذا لا يبرر أنك أنت تجلس مدة طويلة تنتظر حقائبك. وأنا أعتقد وزرت على وقت الأخ يوسف العبدان منطقة استلام الحقائب تحت، شاهدت شيء الحقيقة يعني أبدا لا يمت بصلة لا إمكانياتنا وقدراتنا على تطوير الخدمات الأرضية. السيور مفترئة، وكان في مشروع على ما أتذكر لتطوير العملية هذه ما أدري وين وصل، يعني هو المفروض أنه على الكلام اللي أنا سمعته في الزيارة هذيك أنه الآن خلاص يفترض أنه منطقة استلام الحقائب راح تكون آلية في الأسفل وتصل الحقائب في وقت قياسي. للأسف هذا لم يتطور. ما أدري معي وقت أتكلم ولا سم وقتكم كله. ايضا انا الحقيقه من الاشياء اللي تزعجني تنظيم السيارات الاجره اللي في خارج المطار، يعني فوضويه تامه، شغل اقرب الى التوات، اقرب الى ابتزاز المسافرين. هذه واجهه البلد، هؤلاء هم الذين يستقبلون الاجانب الضيوف اللي قادمين. هؤلاء للاسف الحقيقه كانت اكثر تنظيما في السابق، انا اتكلم لما اقول في السابق بالنسبه لسيارات الاجره زمان لما كنت تطلع باسعار محدده تاخذ فاتوره وتركب ويوديك بدون ما تتكلم حتى مع السائق، في شخص ينظمها. الان اصبحت لا، فوضويه، والمرور ما قادر يضبطها، رجال الامن ما قادر يضبطونها، اصبح في نوع من المحاباه، الفساد بين السائقين. هذه اشياء يجب ان تنتهي. ايضا في نقطه مهمه انا اسمح لي اوضحها، موضوع الكداده او اللي يستقبلونك يقول لك تعال وصل سياره خاصه. هذه الظاهره يجب ان تختفي لسببين. اولا هذه اسباب امنيه فيها خطورة، الشيء الثاني انه هذا الشخص انا زمان كنت اتعاطف معه،
بعدين اصبحت اعي تماما انه طيب هذا اللي جاي ياخذني من عند باب استقبال الاستقبال، وش ذنب سعر طيارة الاجره المرخصه اللي في الخارج قاعد ينتظر 5 أو 6 ساعات في السرع عشان ياخذ راكب. انا اعتقد انه هذا خطا وهذا فيه تجاوز النظام يجب ان ينتهي، لانه فيه شكل فوضوي، غير انه زي ما قلت لك الجانب الامني فيه يجب ان يكون حاضر. جميل جميل. انا اظن عندكم مداخله مع مدير المطار الاستاذ عبد العزيز ابو حربه، انا اتمنى انك تطرح عليه هذا السؤال مني شخصيا، انه عنده جديد على المطار، عنده اختبار حقيقي في فترة العيد القادمة اللي هي خلال أسبوعين. هذه الفترة أتمنى ألا تتكرر فيها مظاهر السنوات الماضية لما كان في تكدس للركاب. لا تقولوا لنا تفاجأنا، لا تقولوا لنا ما استعدينا، لا تقولوا لنا خذلتنا التقنية أو أي شيء آخر. يجب أن تكون هناك، يجب أن يكون هناك استعداد تام، تهيئة تامة، باك اب كامل لحالات الطوارئ. يجب أن يكون في استعداد كامل حتى لا تتكرر هذه المشاهد، لأنه يعني لا تليق أبدا بمطار عريق مثل الملك خالد. جميل. طيب يعطيك ألف عافية أستاذ خالد، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا معنا على الهاتف الأستاذ عبد العزيز أبو حربة، مدير مطار الملك خالد الدولي. حياك الله أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز حياك الله. أستاذ عبد العزيز يا هلا وسهلا. الله حيك يا مرحبا. يعني انت متابع الحلقة ولا تبيني اعطيك الملخص؟ لا اعطيني الملخص لان طيب. انا بعطيك الملخص على عجالة. يعني عندنا الاستاذ عبد الرحمن المرشد كاتب صحفي، وعندنا كذلك الاستاذ خالد سليمان كان معنا عبر الهاتف، تكلموا على نقاط معينة. البعض قال العيد قرب، مناسبة مهمة، لابد ان يكون في جهوزية عالية وجاهزية عالية للتعامل مع هذه المناسبة، السيور العفش، الصالات القديمة، سيارات الأجرة، هذه النقاط كلها تكلموا عنها سواء كان الاستاذ عبد الرحمن او كذلك الاستاذ خالد سليمان. انت وش تعليقك على هذه النقاط قبل نروح للمستقبل المطار اللي باذن الله انه مشرق مع صاله 5 وتطوير القديم والخصخصه؟ وش التعليق؟ اوكي، مساكم الله بالخير جميعا. اهلا وسهلا. زي ما تفضل انا سمعت مقتطفات من كلام الاستاذ خالد، انه سيور العفش قديمه ومتهالكه، يعني نوعا ما يعني ما تستوعب كميه الحقائب اللي تنزل عليها في المواد. احنا عندنا زي ما تفضل كان في مشروع شغالين عليه وتعدل بعد الظروف الماليه، وان شاء الله انه قريبا ان شاء الله نشوف، اتوقع على شوال ذي القعده نكون بدينا فيه. جميل. لو احنا نظرنا المطار الملك خالد، يعني هو يمكن في 84 في 84 يعني اكثر من 30 سنه. كابيسيتي او طاقه المطار كانت تقريبا على 12 مليون، احنا الان 22 مليون. بمقابلها انه عندنا تقريبا يعني كانت تنزل زي ما تقول مثلا 10,000 حقيبة، الآن ننزل في الصالات الثلاث 1 و2 و3 في الأيام العادية من 70,000 حقيبة في اليوم الواحد إلى 75، ما عاد ناهيك عن المواسم. فهذه كلها الأمور جمعت على تعطيل السيور في المغادرة. عندنا نوعين، في مغادرة وقدوم. صح. الـ في حلول يعني الآن مثلا أخذوها العام الأخ يوسف والسنة دي تطبيقنا ان شاء الله على الموسم، الموسم اللي يبدا في 24 رمضان. في عندنا زي ما تقول انه مع الخدمات الغذائيه والشركه اللي معانا في المطار وشركات الطيران، انه لازم يكون عندنا زي ما تقول احنا الصيانه في المطار مستمتين 24 ساعه. جميل. في عماله بحيث انه زي ما تقول ننزل العفش من قطع العفش من السيور باسرع وقت، لانه تعرف لو تراكمت عندك وزن زياده يفصل السير مهما كان، لانه والآيات حطت نظام للوزن والمقاسات. جميل جميل. طيب صالة 5، خصخصة المطار، تطوير الصالات القديمة، ودنا تعطينا بس كذا بريف بسيط عن اللي عن القادم. طيب لو تسمح لي أخوي عزام إنه بس خلينا أعقب على القدوم سم. القدوم عندنا زي ما تقول مطارك من خالد، يعني انا يمكن الاستاذ خالد برضو قالها والاخ عبد الرحمن انه يعني يمكن عندنا الان انك تجي دولي ما تاخذ 4 دقائق بالكثير 5 دقائق وانت عند سيور العفش. يعني من اسرع تعدينا الوقت القياسي، لكن طلعت لنا مشكله انه الان صار الراكب يجي بيوصل وينتظر 10 دقائق ربع ساعه على حسب موقع الطياره، فصار زي ما تقول يعني سلبيه علينا، واحنا شغالين ان شاء الله نحاول زي ما تقول نستعجل بهالمكان. المشاريع المستقبلية عندنا صالة 5
الصالة 5-12 مليون مسافر. الصالة جديدة زي ما شفنا اللقطات في التلفزيون قبل شوي. إيه جالسين نشوفها. أيوه ننقل الحركة الآن، بدينا في تشغيل الجزئي للرحلات. تعرف ما زال في عندنا بعض الأنظمة مترابطة نحاول نسوي انتجريشن مع بعض. التشغيل الجزئي يبين لنا إذا في مشاكل جوهرية. تعرف صالة الرحلات الداخلية عليها طلب عالي، عند الصالة 3 الحالة 12 مليون مسافر العام الماضي 2015. الآن لو سحبنا الحركة على طول الصالة كذا يعني حتسوي لك مشكلة، حتسوي لك يمكن خلل في التشغيل. فاحنا الآن إن شاء الله شغالين نسحب الحركة تدريجي شوية شوية. فسيور العفش مع الصالة الجديدة بإذن الله يعني بتكون حل منها الجزء الكبير، يبقى عندنا 1-2. إذا سحبنا إن شاء الله الحركة الداخلية لصالة 3 وحنا إن شاء الله زي ما تقول بمعايرة الأوقات الرحلات نوزعها على 8 بوابات اللي تستوعب 16 طائرة من النوع الوسط أو 8 طائرات من النوع الكبير التريبل 7 والتريبل 30 نبدأ نشتغل في صالة 3 و4 إعادة تأهيل بالكامل بأنظمة جديدة، أنظمة سيور، أنظمة أمنية، أنظمة سلامة، كونترات، يعني شيء جديد بحيث انه زي ما تقول نرفع كفاءه المطار الصالات الافشنسي من الوضع الحالي الى وضع افضل. جميل. يصير 3 و4 هذه ان شاء الله يعني الان في نطاق العمل زي ما تقول تجهيزه. جميل. بعد كذا احنا نقول اذا اشتغلت ان شاء الله خلال 2 و3 على حسب المده المتفق عليها، نقول 1 و2 اللي هي الدوليه الرحلات الاجنبيه والدوليه للسعوديه، نقول 3 و4 ونبدأ في نفس الموضوع اللي هو 3 و4 نسويه 1 و2. جميل. أنت عارف أن الطلبة يعني الطلب على النقل الجوي والآيات والأي سي آي يعني عندك لا يقل تقريبا الأفرج العالمي 7%، الشرق الأوسط والخليج يمكن أكثر. فلذلك حنا مواكبة متأخرين فيها، نعم في متأخرين في مواكبة النقل الجوي في الحركة دي، لكن الآن بدينا حنا وعلى زي ما تفضلت أنت أنا رايحين على خصصة. تصير الحريه في دينا والمنفرتي في دينا نشتغل على الاسره. الله يقويكم يا رب، الله يقويكم وتحياتنا لكم وعساكم على القوه. خلنا نشوف الان ان شاء الله المستقبل مشرق باذن الله في ظل التطورات اللي احنا سمعنا عنها. والاجمل انه عندكم خطه في عمليه توزيع الصالات هذه وتطويرها من صاله الى اخرى. شكرا جزيلا ابو سعد، يعطيك العافيه. استاذ عبد الرحمن، يعني سمعت تعليقات الاستاذ خالد السليمان، سمعت تعليقات مدير مطار الملك خالد، انت وش تعليقك؟ شوف بالنسبة لكلام الأستاذ عبد العزيز أبو حربة حقيقة كلام مشجع، كلام إن شاء الله يعني بإذن الله يعني يؤكد حقيقة أن في عمل، وهذا حقيقة إحنا نتمناه. إحنا ما جينا هنا حقيقة ننتقد أو جينا بس والله نبحث على أخطاء، لا، إحنا إذا في شيء إيجابي إحنا نتكلم عنه. حقيقة من الأشياء يعني الإيجابية والجميلة هي حقيقة من زمان في مطار الملك خالد اللي هي المواقف جدا رائعة ولا في أي مشكلة فيها. يعني حقيقة يعني بالعكس أنا يمكن سألت بعض الزملاء واللي عندهم خبرة حقيقة سافروا الكثير من الدول، ففعلا المواقف في مطار الملك خالد جدا رائعة وبالعكس يعني أفضل من مثيلاتها من في الدول المتقدمة. جميل. أي نعم، طبعا كلام الأستاذ عبد العزيز عن صالة 5 جدا رائع زي ما قلت لك، لكن احنا كنا نتمنى بصراحة انه مثل هذا العمل ومثل هذا الانجاز انه يكون حقيقه قبل، يعني لانه ما نبغى احنا نصل الى مرحله والله خلاص احنا قلنا والله عندنا مشكله ثم نبدا نشتغل، لا، احنا مفروض ان نعمل دراسات بناء على الدراسات هذه. والله انا خلال مثلا لما انشات مطار الملك خالد مثلا خلال 20 سنه انه والله خلاص لازم اجدد، مش انتظر والله 30 سنه او اكثر ثم بعدين اجي اجدد اقول لا والله انا بحاجه الان. طبعا انا حقيقه سافرت الاغلب مطارات المملكه العربيه السعوديه، في تطوير شهادة لله، في تطوير. يعني انا عندك مثلا من المطارات حقيقه اللي شهدت تطوير كبير مطار جيزان. جميل. مطار الملك عبد العزيز حقيقة شهد تطوير كبير وإحنا حقيقة الكل شاهده. مطار حائل، المدينة كذلك، نعم، المدينة المنورة، المدينة المنورة بالضبط زي ما تفضلت، هذه حقيقة مطارات يعني يعني حدث فيها نقلة كبيرة. والآن حقيقة إحنا نشاهد نقلة
يعني مماثلة في مطار الملك خالد من خلال صالة 5. أتمنى حقيقة إن شاء الله أنه نشاهد حقيقة في جميع مطارات المملكة العربية السعودية نقلات مهمة. طبعا عفوا يعني الأستاذ خالد السليمان تحدث عن موضوع يعني موضوع التاكسي أو التاكسيات اللي برا. حقيقة أنا ممكن يكون فيها شوية يعني يمكن عنده انتقاد، لكن حقيقة الشيء اللي أنا أشيد فيه أنه أغلب التاكسي اللي برا كلهم من أبناء البلد من المواطنين، وهذه حقيقة شيء إيجابي. صح، يعني هذه صح. حقيقة شيء إيجابي وتحسب حقيقة للمطار، لكن أتمنى بصراحة أنه يتم اختيار أو انتقاء يعني مثلا أشخاص يعني لهم مثلا حقيقة أسلوب لهم لباقة، لأن حقيقة أنا اللي شفته نسبة كبيرة منهم يعني تجدوا حقيقة ما عنده أسلوب يتكلم على طبيعته على سجيته، فيركب معك ضيوف حقيقة من خارج البلد يمكن ينقل كلام هو يعني يمكن سائق التاكسي يتكلم بعفوية ما يقصد شيء، لكن ممكن الضيف يفهمها فهم آخر. يعني ممكن حقيقة أصحاب التاكسي يعطى دورة يوم يومين أنه والله تعال مفروض تعرف كذلك زي موحد و يعني في اساليب يعني ممكن يعرف صح كيف يتكلم حقيقه. صح، هذه مهمه جدا يعني. صح فعلا فعلا. طيب احنا استاذ عبد الرحمن وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم، انا اشكرك شكر جزيل ويعطيك الف عافيه على المشاركه معنا اليوم، وباذن الله لنا لقاءات مقبله بمشيئه الله عز وجل. يعطيكم العافيه.